أهلا بكم. مئات ملايين الدولارات خسائر العراق شهريا جراء عمليات تهريب الانترنت، وإذا ما قلنا أن هذا الرقم مبالغ فيه فدعونا نتحدث عن عشرات الملايين. فبجميع الأحوال العراق هو الخاسر الوحيد، والمواطن هو أكثر المتضررين كما ونوعا وسعرا من حيث تلقي خدمة الانترنت محليا. وأدر أن الخسائر الفادحة ودعم الخدمات أكثر تطورا نفذت وزارة الاتصالات ما أسمته بعمليات الصدمة، ما الذي حققته لحد الآن؟ وهل ستضع حدا نهائيا لعمليات التهريب؟ وما مدى الفرق في نوعية الخدمات المقدمة للزبائن على أثر هذه العملية مقارنة بما قبلها؟ التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير. يدفع العراقيون يوميا ملايين الدولارات إلى شركات الانترنت لكن دون جدوى. خبراء في الاتصالات يؤكدون أن أسعار الخدمة في العراق هي الأعلى في المنطقة، والجودة هي الأسوأ على الإطلاق، والسبب أن كميات كبيرة من ساعات الانترنت يسيطر عليها المهربون، وهذا ما دفع الحكومة إلى إطلاق عمليات الصدمة لاستعادة ساعات الانترنت المهربة في عدد من المحافظات ضمنها ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى. التقديرات الأولية للساعات المهربة تجاوزت 20 مليون دولار شهريا عن طريق منافذ غير رسمية تقع في المناطق المحاذية لإقليم كردستان باتجاه المحافظات. المسؤولون يقولون إن العملية تتم من خارج العراق إلى داخله وليس العكس، فيما رافقت عمليات الصدمة نصب أبراج رسمية في المحافظات التي طالتها العمليات، مهمتها تقوية الخدمة وإنهاء عمليات التهريب من جهة، وتوفير أموال للبلاد من جهة أخرى، ناهيك عن العمل على خفض الأجور. والسؤال هنا، أين كانت الحكومات السابقة من هذه العصابات؟ وأين كانت وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات والجهات الرقابية؟ أليس هذا من أساسيات واجباتها؟ وما ذنب المواطن العراقي يجبر على دفع أموال طائلة مقابل خدمة رديئة دون وجه حق؟ لبرنامج دينار على الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام. قبل العودة لضيوف الكرام والتحدث عن هذا الموضوع، دعونا نتابع سريعا هذا المؤتمر الصحفي للسيد عمار حكيم، وتحت عنوان إعلان تحالف سياسي جديد بعنوان عراقيون. الدولة المقتدرة وتقويتها، فلا يمكن أن نواجه التحديات والأزمات من دون دولة قوية، ولا يمكن أن نحفظ الحقوق ونصون الحرمات من دون دولة قوية، ولا يمكن أن نمنع الفساد ونقطع أيدي السراق والمجرمين من دون دولة قوية. فلا مناص ولا بديل عن دولة قوية مقتدرة تحمي الحقوق وتضمن مستقبل أبنائنا وشبابنا. كفانا مناكفات، كفانا صراعا وتسقيطا، كفانا سلبية في التشهير والتأويل وخلط الأوراق. اليوم يوم عمل ويوم إصلاح ويوم تنافس نظيف ضمن إطار الدولة لا خارجها. ونحن في تحالف عراقيون نمد يدنا للتحالفات السياسية والاجتماعية والشعبية القائمة للتعاون والتآزر وتكامل الأدوار لخدمة شعبنا ووطننا وتوحيد الجهود لتفعيل مهام مجلس النواب وتشريع القوانين الضرورية والخدمية ودعم مسارات الإصلاح في البلاد. ونؤكد أن باب الانضمام لهذا التحالف سيبقى مفتوحاً لكل من يرغب، ممن يرى في نفسه القدرة على الإيثار وتقديم المصالح العليا للدولة على أي مصلحة أخرى، ماضون بإذن الله نحو تصحيح المسار السياسي
وإعادة هيبة الدولة وسيادتها وترسيخ الاعتدال والاستقرار. ولن تأخذنا في ذلك لومة لائم، فالحق بوصلتنا وتحقيق أحلام شبابنا وتطلعاتهم هو هدفنا الرئيس بإذن الله تعالى. سلاماً على مرجعيتنا الرشيدة وقواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي وشهدائنا الأبرار وكل المضحين من أجل هذا الوطن الغالي، وسلاماً على أبناء شعبنا العراقي الأبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمال والسلام والبهاء في رضا والحياة أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام. كانت هذه الكلمة للسيد عمار حكيم التي أعلن فيها عن تشكيل تحالف جديد تحت عنوان أراقيوم. نعود الآن إلى الاقتصاد وأرحب بضيوفي الخبير في قطاع التكنولوجيا السيد علي أنور ومدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية السيد باسم الأسدي. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك أستاذ باسم، يعني أسأل حضرتك بداية ما الذي حققته عملية الصدمة منذ انطلاقها لحد اللحظة؟ ابتداء نسلم عليكم، نسلم على مشاهدين قناة العراقية. الصدمة عملية الغاية من عدها منع امرار الساعات الغير مرخصة. شنو معنى منع امرار الساعات غير المرخصة؟ كوزارة اتصالات تمتلك بنى تحتية، هذه البنى التحتية نمرر بها ساعات. الساعات هي المادة اللي احنا نستهلكها باستخدامنا للانترنت. هذا كلام جدا مبسط في سبيل انه نسهل الموضوع. تمام. اللي يمرر ساعاته من خلالي انا دا اخذ منه ايجار لامرار هذه الساعات، هذا حق الدولة، حق المواطن. اللي دا يمرر ساعاته بشكل غير مرخص هذا ما دا يعني هذا دا يخالف القانون، وفي نفس الوقت دا يسبب هدر بالمال العام. تمام. أنا أخذني التقرير اللي انطيته قبل شوية ملاحظتين بسيطة جدا بسيطة. تفضل أستاذ بس. الملاحظة الأولى أين كانت وزارة الاتصالات؟ أين كانت الهيئة؟ خلنا نتكلم أنا فيما يخصني كوزارة اتصالات. تمام تفضل. العملية مال منع التهريب إجراءات قديمة باشر بها أكثر من وزير، كان الوزير الأسبق ثم الوزير السابق ثم الحالي. في وقتها كانت اللمدة أو عفوا الاستيام نبيعها في أول وقت ب 18 مليون دينار. زين. كان عندي أمور من خلال شبكتي 25 لمدة فقط. زين. من في كل صارت في كل العراق؟ لا، العراق يحتاج من 70 إلى 90. تمام. البقية كلها تهريب. زين. من سوينا العملية الأولى كان الناتج أنه صار يمر من خلال شبكتي 50. أنا نزلت السعر من 18 كإيجار إلى 9. إذن أنا الأوتفوت مالتي كإنكام وارد إلي بقى ثابت. إحنا الشركة الوزارة مو المهم عدها الإيراد، المهم الخدمة. هسه حاليا صار عندي دي يدخل أكثر من 72 إلى 75، نزلنا إلى 5 ملايين. إذن العمليات هي سابقة قديمة، لكن تقول لي هل تشبه العملية حاليا؟ أقول لك لا أبدا. العملية حاليا اللي يميزها إشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء، هو هذا نتحدث عنه. هو نعم، هذا نتحدث عنه. نعم، مشاركة ممتازة من هيئة الاتصال والإعلام. فريقين من جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وقوات الرد السريع. عندنا تنسيق كامل ويا إقليم كردستان، حكومة إقليم كردستان مشكورة. عندنا تنسيق ويا الحشد الشعبي. قبل ماكو هيك فرصة.
حاليا لوزارة الاتصالات فرصة مثالية انه تقضي على هذا الموضوع لحين ما نستطيع ان ننفذ بوابات النفاذ الى ان ننفذ هذا المشروع. تمام، ممتاز. انتقل الى الاستاذ علي انور وارحب به مجددا، الخبير في قطاع التكنولوجيا. مرحبا بك مرة اخرى استاذ علي. بكل صراحة وبدون اي مجاملة، هذه الخطوة او هذه العمليات تحسب للسيد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات والعاملين على تنفيذ هذه العملية، تتفق معي أم لا أستاذ علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. أنا بالحقيقة أتفق وياك 100%. هاي العمليات اللي صارت عمليات الصدمة هي عمليات نوعية، فيها تعاون جيد بين كل الأطراف اللي ساهمت بها. حتى إحنا كمختصين في القطاع وكمواطنين حقيقة مع هذه العمليات، لأنه هذه تعكس هيبة الدولة، تعكس أنه اليوم الدولة صار لها يعني أخذت دورها الحقيقي في منع التهريب، وهذا بالنهاية في أبعاد أكثر تنعكس على تطوير قطاع التكنولوجيا. ومرة أخرى أكد أنه هذا يعكس هيبة الدولة وأنها موجودة وأنها أقوى من الجميع. إذن المشكلة السابقة في معالجة هكذا حالات، أقصد بها حالات تهريب الإنترنت، كانت بتوفر الإرادة أستاذ علي. طبعا إحنا نقول اليوم توفرت الإدارة لدى رئيس الوزراء وكذلك الوزير وبإشراف مباشر من قبل المسؤولين في وزارة الاتصالات، تم تنفيذ العملية بشكل دقيق ومباشر وحثيث. نعم، بس لا تنسى أستاذ قيس، هذا الموضوع يعني الأرضية اليوم تدري بسبب ضعف الواردات خلى اليوم يعني الحكومة بشكل عام تبدي تنتبه انه وين ممكن تعزز وارداتها، وشافت انه اليوم عمليات التهريب هي وحدة من الحلول في تعزيز وارداتها، والقضاء على التهريب راح يعزز بالواردات، وطبعا هذا ينعكس في قطاعات اخرى. فاليوم احنا نقول وجود وزير اللي هو ابن الوزارة واللي هو متدرج ويعرف كثير من الامور في داخل الوزارة وعمل الشركات وغيرها، إضافة إلى وجود اليوم إرادة من الحكومة بشكل عام، خلى اليوم الفرصة تكون أكبر إلى الوزارة، ولازم تستثمرها بشكل صحيح وأن تبقى تستمر إلى القضاء نهائيا. اليوم لم يتم القضاء نهائيا على التهريب، لا زال أكو بعض الأمور من هنا وهناك، ولا زال بعض الشركات تنتظر تقول لك شو وقت الحكومة تبرد، شو وقت نرجع ننسق من جديد. بس أنا صدقني وبمعلومات اللي أنا أعرفه، أنا أقول صدقوني هالمرة الأمور تختلف، هالمرة أكو جدية بدءا من الحكومة إلى أصغر موظف في الاتصالات والأجهزة اللي انذكرت، أكو إرادة وطنية حقيقية اليوم للقضاء على موضوع التهريب. أنا دا أحكي لحد هذه اللحظة، ما ندري باكر عقبة شي يصير، بس اليوم أكو شيء حقيقي وإرادة حقيقية وبدت تنعكس. طبعا. ونتمنى أنه هذا الموضوع يبقى يستمر إلى حد القضاء عليه نهائيا لحين تنفيذ بوابات النفاذ. تمام أستاذ باسم، في أي مرحلة عملية الصدمة هي الآن؟ عملية الصدمة مستمرة، آخر بدأت من يوم 13 ولحد الآن هي مستمرة. 13 6 آخر عملية أو آخر عمل هو قبل أيام، إحنا مو كل اللي يصير نعلنا، بس العملية مستمرة حاليا في نينوى. آخر هدفين كان في زمار وأعتقد طمة في نينوى، كان خلال الأيام الفائتة. هو الحديث اللي صار هسه حاليا الشيء اللي دا ينطي القوة، أيد الأستاذ علي، الوضع أصبح حاليا فيما يخص الموارد مجاملة المتنفذين الآن أصبح يضر بالاقتصاد العام للدولة، أصبح من المهم إلى الحكومة المركزية إلى حكومة الإقليم أن يشوفون مصلحتهم هم أفضل من أن يجاملون شخص متنفذ هنا أو هنا. هذا المهم اللي هسه حاليا بدينا نحس به، أنه فقدوا المسيئين يفقدون قوة الحماية لهم، دي يفقدون القوة اللي كان ميزان القوة اعترف لك تماما كان لصالحهم. هو انا بدي اسالك هذا السؤال استاذ باسم، اكيد خلال عملية الصدمة
ما اجتكم اتصالات من مسؤولين متنفذين في الدولة العراقية من بعض الأحزاب، من شخصيات قيادية في المجتمع؟ ما اجتكم ضغوط بكل صراحة؟ لا بدون ذكر الأسماء، لكن أكيد بدون ذكر الأسماء، بس لو هذا الموبايل عنده لسان ويحكي كان عرفت الجواب بشكل جدا مريح. بعد ايش قد متصلين عليك استاذ باس؟ انا امثل الخط الثاني. فانت قول ايش قد اثروا على الخط الاول اللي هو السيد الوزير. زين، يعني الموضوع كان تطمينات على بس عفونا على في جبل مروار. كانت اهم عمليه هذه الابراج اللي موجوده هناك صار لها سنين. لأول مرة نستطيع، ومشكور قائم مقام كفري، الأسايش الموجودين هناك سهلوا للفريق اللي رايح بشكل رائع. من قالوا لهم، يعني أنا طبعا من أقول فريق من جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات، ما أقصد به قوات مسلحة، فريق علمي بالاتصالات، خبراء رائعين بالاتصالات. ممتاز، خطوة ممتازة. نعم، من دي يروحون الفريق متكون الوزارة، الهيئة، الأمن، المخابرات، فريق علمي متكامل. في كثير من الأحيان ظاهر الموضوع قانوني 100%، من يدخلون على اللينكات ويدخلون يلقون إنه الموضوع ياخذ جزء رسمي والجزء الكبير هو غير رسمي. استاذ باسم اسالك سؤال جاوبني بصراحه ولو انت صريح، يعني ان شاء الله، بس هذا سؤال له خصوصيه. ان شاء الله. اكيد طرحتم مساله الضغوطات اللي تعرضتم لها سواء حضرتك او السيد الوزير على السيد رئيس مجلس الوزراء، شنو كان رده بكل صراحه؟ انا يعني ما اقدر اقول لك شنو اللي صار بين السيد الوزير ودولة رئيس الوزراء، بس خلينا أقول لك شنو اللي صار بين السيد الوزير والسادة المدراء العامين. السيد الوزير الحالي هو يعرف كل الشخصيات اللي يمتلكون الشركات ويمتلكون. قال أنا طالما حلفت على القرآن، طالما هذا القطاع صار بي فرصة أقدر أنه أشتغل، نطل عهد أنه يشتغل ويعمل لإصلاح هذا القطاع. هذا مو معناه أنه قبل ما كان يعمل لهذا بهذا الاتجاه هو أو نحن، لكن الفرصة ما كانت تتوفر. قصدك الدعم المباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء ما كان موجود. نعم نعم نعم، ميزان القوة مختل بشكل واضح، جدا واضح. اللي صار في أول اجتماع له قال خلال أشهر أني لو ناجح لو فاشل، إذا فشلت وما قدرت أعدل هذا القطاع أو أبين الخطة لتعديل هذا القطاع سأكون أول وزير مقدم استقالتي. شجاعة. نعم. وبالمقابل ما بين السطور هو إيحاء إلى السادة المدراء العامين والإدارة العليا في الوزارة أنه الأولى بكم أن تتركون مقاعدكم أيضا، لأن الخلل بهذا المعنى أصبح مو بالبيئة مادة التهريب، أصبح أيضا بالوزارة. أستاذ علي، بصراحة يعني هذا الكلام مفرح جدا. لأول مرة نلاحظ إرادة حقيقية موجودة في القضاء على سلبية من سلبيات العمل في وزارة معينة وبإشراف. طبعا أنا راح أعيد وأكرر لأن هذا مو موجود كان سابقا بصراحة أستاذ علي، ده نشوفه حاليا. لولا المتابعة من قبل رئيس الوزراء المباشرة وكذلك السيد الوزير لما تحقق الذي يتحقق الآن من تنفيذ عمليات كبيرة في مكافحة تهريب ساعات الانترنت. أستاذ قيس، طبعا الموضوع هو مثل ما قال أستاذ باسم، اليوم الإرادة اللي صارت موجودة عند الحكومة وعند الوزارة هذا أول مرة تصير بهذه الجهود، لأنه صارت أرضية مناسبة وفرصة صحيحة. ولكن أنا أقول لك أكو تحديات يمكن هي لليوم ما بينت بشكل واضح. اليوم بدأت تتشكل لوبيات من الشركات المهربة واللي كانوا مستفيدين. يقول أستاذ باسم إحنا نتعرض إلى ضغوط، وراح أنا أتوقع، يعني ما أعرف، لأنه يعني بدينا نعرف هذا السيناريو. راح تشوف بعد فترة أكو استجواب أو
راح يصير فد موضوع إلى السيد وزير الاتصالات. توصل إلى هذا الحد أستاذ علي؟ طبعاً. لأنه يعني أنا أقول الجهات اللي جاي تدعم إذن جهات متنفذة جداً في طبعًا البرلمان. طبعاً أستاذ قيس خلي نكون صريحين اليوم هاي حلقة مفتوحة خلي نقول. تفضل. اليوم ندري إحنا الفساد موجود في كل مكان ووصل إلى كل مكان. اليوم الفساد بسبب ضعف الموارد وماكو فلوس وميزانيات ضعيفة بقت لهم موارد بسيطة من ضمنها موضوع التهريب. فهو اليوم هذا يعتبر أنه مورد هو كان مسيطر عليه لفترة معينة وده نحكي على ملايين الدولارات شهريا. أنت من أنت اليوم إذا أنت كنت وزير مدير عام منو أنت اليوم تجي تقطع عليه 5 و4 مليون دولار شهريا وقد يوصل الرقم أكثر؟ ليش أنا أحكي بهذه الأرقام؟ لأنه اليوم فعليا زيادة السعات اللي صارت من يوم 13 لليوم حسب البيلينج سيستم في وزارة الاتصالات يقرأ هاي الأرقام. هذا شنو ده نحكي لحد الآن بعد أكو أضعاف مضاعفة ممكن يعني ممكن يوصل الرقم إلى 20 مليون دولار. اليوم أنت قطعت 20 مليون دولار ده تروح إلى جهات وإلى شركات متنفذة. هذا الموضوع ما راح ينسكت عنه بالساهل. هذا الموضوع ما حد ما راح نقول راح يقولوا له للوزير عافية عليك وانت خلصتنا. ممكن إعلاميا ممكن مجاملات ولكن راح تصير حركة بالضد من الوزارة عموما ويمكن من شخص الوزير. ولهذا أنا أقول أنا أحكي لك يعني من باب إحنا كمجتمع اتصالات صدقني إحنا قلبا وقالبا مع هكذا إجراءات من الوزارة ومن الحكومة لأنه إحنا اليوم ما نريد نصير همينا ضد الحكومة. صح أكو إخفاقات صح أكو هواية مشاكل إحنا نشخصها على الحكومة بس يوم الحكومة تروح باتجاه صحيح إحنا كنا نوقف وياها لأنه هذا واجب مسؤولية وطنية. وأنا أقول إنه الأيام القادمة راح تثبت إنه عمليات الصدمة على المدى الطويل صحيحة ولكن أكو فد نقطة خلي المواطن هم يعرفها. اليوم المواطن هم تضرر بس راح تقول لي شلون تضرر؟ أقول لك لأنه قبل خدمات التهريب من ناحية النوعية هي أفضل من الخدمة الحالية. ليش؟ لأنه المهرب سعره أقل وما بيتحاسب وبعض الأمور اللي لها علاقة بالأجور خلى الخدمات في مناطق التهريب تكون أحسن. فاليوم راح ترجع الوزارة وتنطي الخدمات اللي هي حالها حال باقي المناطق راح يشوفون أكو فرق بالخدمة إضافة إلى يمكن أحيانا يصير تقصد في بعض المناطق أنه باعوا إحنا كنا موفريلكم شلون خدمة زينة وشلون كنا مداريكم باعوا الحكومة ما تريد لكم الخير. هذا ما صار في بعض المناطق أنه بدوا يروجون إلى إشاعات أنه باع الحكومة قطعت عليكم. طبعا بعض الأمور راحت إلى بعد أكثر قومي وسياسي لأنه أكو بعض المناطق خلينا نقول كردية قالوا لهم باعوا هاي المدير استاذ باسم متعاونين ويانا نوعا ما. لا انا احكي الشركات المتضرره هيك روجت انه لانه هاي منطقه كرديه ولان هاي منطقه مسيحيه يعني بدوا ما يعرفون شو يسوون حتى يضربون عمليات الصدمه. انا شنو اللي اقول اليوم المواطن هم خلي يفتح عينه وهم خلي يساعد انه يا اما يعرف ويا من يتعامل ك يعني مجهزين لخدمه انترنت حتى لو وقع بالمشكله. اليوم خطيه المواطنين في نينوى وفي حمرين وفي خانقين اليوم عندهم مشكله انهم ما يعانون من انقطاع خدمه الانترنت وبعض الشركات. تمام استاذ علي وكذلك استاذ باسم اسمحوا لنا ضيوف الكرام ان نتابع موجزا لاهم الاخبار الاقتصاديه ونعود الى تكمله باقي تفاصيل الحلقه. البنك المركزي العراقي خفض اليوم نسبة الفائدة إلى 4.8 إلى 3.5% للمقترضين ضمن شريحة 1 إلى 20 مليون دينار ومن 6.3% للقروض إلى 4.4% للقروض التي تصل إلى 1 مليار دينار. المالية النيابية تبدي على لسان مقررها استغرابها من تأخر صرف رواتب الموظفين على الرغم من توفر السيولة المالية لدى وزارة المالية ومصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.
أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركية ارتفاع عجز التجارة التركية لتركيا إلى 100.2% على أساس سنوي في ما يلا 3 مليارات دولار على أثر انخفاض الصادرات التركية وتراجع الواردات. أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي بدأ بالتعافي في وقت أبكر من المتوقع، محذراً في الوقت نفسه من أن انتعاشه سيكون رهيناً باحتواء وباء كورونا وبإجراءات الدعم التي ستتخذها الحكومة الأمريكية. وأخيراً تراجع الناتج الصناعي الياباني للشهر الرابع على التوالي في مايو مسجلاً أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ معدل البطالة ذروة 3 سنوات، إذ يتأهب ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأسوأ ركود له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على خلفية انتشار وباء كورونا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، عدنا ضيوفي في الاستوديو الخبير في قطاع التكنولوجيا السيد علي أنور ومدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية السيد باسم الأسدي. تفضل أستاذ علي، كمل حديثك. أي نعم، أنا أقول أنه حتى اليوم لا يبقى المواطن يتعرض إلى مشاكل وقطاع خدمة، لازم هو هم يكون تعامله بشكل أفضل مع مزودي الخدمة، ويبدي يتأكد أنه هل هذه الخدمة مهربة رسمية غير رسمية، لأنه مو كل المواطنين عندهم خبرة تقنية ويقدر مثلا هو يسوي ما يسمى بالتريسينج أو بالتتبع يعرف مصدر الخدمة، فلأنه هذا بالنهاية ضرر على المواطن وهذه يعني هم مسؤولية. أنا شنو اللي أقول، إحنا اليوم مثل ما كل هذا الدعم اللي نوجهه للوزارة أو للوزير أو للقطاع حتى بالنسبة للهيئة، أقول إحنا بنفس الوقت راح نكون ناقدين ومراقبين جيدين إذا ما خلوا هاي الأمور تنجح، يعني بالوقت اللي هسه إحنا ندعمهم، ولكن في نفس الوقت ويمكن تدري استاذ قيساني في حلقات سابقة احنا كنا دائما نحاول نشخص المشاكل ونضع الحلول. من باب آخر احنا نريد نقول اليوم هذه الفرصة ما تجي مرتين، يعني صراحة، لأنه الوضع السياسي وضع الحكومة كل هذا الدعم اللي موجود ما ممكن يعني بصعوبة يتكرر مرة ثانية، فلازم نشتغل عليه، ولازم القطاع الخاص يرجع يكون سند للوزارة بدال ما احنا اليوم نباوع منه مهرب ومنه غير مهرب، وخلي نبني ثقة جديدة، وبدون وجود قطاع خاص عنده ثقة وتعاون مع الحكومة هم القصة راح تصير أصعب. ونريد الوزارة أيضا بنفس هذه الخطة للقضاء على التهريب خلي تسوي خطة أيضا في مجال تحسين الخدمة، يعني هي مو فقط أقضي على التهريب، خلي يكون اكو خطة ثانية لأجل تحسين الخدمة، لأنه أنا بعدها أقول إيه راح نمشي على تحسين الخدمة أستاذ علي لاحقا، لكن خليني أسأل أستاذ باسم، أكيد للوزارة أهداف مالية وفنية أو تهدف من خلالها إلى تحقيقها، عفوا من خلال هذه العملية إلى تحقيق هذه الأهداف المالية والفنية، ما هي الأهداف التي تسعى لتحقيقها الوزارة عبر عمليات الصدمة إذا كانت فنية أو مالية؟ أستاذ قيس، الأمور المالية خارج حسابات لا أقصد أنه العراق المالية للدولة تمنع هدر المال العام للدولة، هذا اللي أتحدث عنه، هذا نعم. هدف أساسي قد كان يصير هدر مال عام؟ إذا تأذن لي أستاذ قيس صبر. أنا فقط هو فد استفسار صغير الأستاذ علي قال ممكن أنه نذهب إلى مرحلة الاستجواب. الاستجواب معناته السادة أعضاء مجلس النواب هم اللي يطلبون بالاستجواب. زين، اذا نسال نفسنا يطلبون الاستجواب بتحت اي مسمى؟ لا هو استاذ علي يخاف على الوزاره بهذا لا نعم نعم انا مفهوم ما بين السطور مقروء، بس انا الغايه من عندي هو تطمين للاستاذ علي. السادة النواب متابعين ويانا ومتابعين بشكل أكثر ويا الجهات الأمنية، دا تتابع تشوف شلون دا تتحول ملفات لناس هم متنفذين أقوياء كانوا أو على أقل تقدير تحت هذا المسمى، لكن ملفاتهم دا تتابع بشكل أصولي لحين أن تحال إلى القضاء.
والمتابعة حثيثة من مجلس النواب. مو بالمقابل. إذا لربما لربما. أستاذ باسم عفوا أذرع المقاطعة. بالمقابل احتمال أكو نواب يدعمون عمليات التهريب. والله هم الأجر إنه نطلعهم بالتلفزيون. يعني هذه العملية الغاية من عدها منع هدر المال العام. من يبيح المال العام يجب أن يكون إلى الموقع المناسب بهذه الدولة. أنت أكيد وضحت لك صورة أستاذ علي. كلام أستاذ علي. أستاذ علي دا يقول احتمال أكل النواب يدعمون عمليات التهريب. أنا ما قلت له الاحتمال، قلت له اللي دا لحظة هسه أنه السادة النواب متابعين ويانا أول بأول ودا يتابعون ويا الجهات الأمنية بشكل أكبر. أي لجنة داخل البرلمان؟ لجنة الاتصالات موجودة، لجنة النزاهة موجودة، كلهم دا يتابعون في هذا الموضوع. كلهم مع هذا التوجه. نعم المطمئن أنه أنا ما أريد أقول الأغلب. ربما أكون محق إن أقول كل مجلس النواب هم يتابعون هذا الموضوع. منين جاي تجي الضغوط أستاذ باسم؟ نعم الضغوط منين جاي تمارس على الوزارة؟ أستاذنا العزيز الضغوط موجودة يعني كتل. هسه موضوع الضغوط نزل المستوى مالتها. ما احنا اللي انا اللي دا اقول لك قبل من كانت تكون ضغوط. الضغوط ما تجي على مدير عام، ضغط توصل لوزير لرئيس وزراء الى رئيس وزراء. موضوع كتل حاليا احنا هسه وصلنا الى ضغوط من جهات ادنى. لان انا من ينفضح ملف فلان بعد ما يلقي لما ممكن احد يدعمه حتى ولو كان اصلا بالخفاء وياه، بس خلص ورقه احترقت لازم تباع. تمام هسه بدنا نعرف ايش قد كان العراق يخسر شهريا او يوميا جراء عمليات التهريب، وشنو اللي قدمتها عملية الصدمة من الناحية المالية للدولة العراقية. راح نسولف على نموذجين. تفضل. وأستاذ علي ما شاء الله عليه مبين بالتحاسب وياي، فإذا مراقبكم ترى أستاذ علي مراقبكم من البداية. وهذا في شيء مطمئن إنه ألقي من هو يعني رأسا يقول لي كلام صحيح أو كلامك بخطأ كذا. والله لو تعينوا مستشار لو يطيحش عليكم. أنتم كيفكم بعد؟ تفضل استاذ باسم. رحمتنا عن الاجابه الى ان ينتهي البرنامج وراح اجاوبه اليه. يشرفنا استاذ علي. الله يسعدنا. الله يخليك. في دياله بس في احنا رحنا على 3 اهداف، وعفوا من اقول احنا اقصد فريق العمل اللي راح نفذ العمليه. 3 اهداف في خانقين، والهدف الأخير يعني هدفين خانقين، والهدف الأخير كان جبل مروار. حساباتنا لحد الآن في جبل مروار منع ما قيمته، أنا حتى لا أدوخ الأخوان المستمعين بالتسميات مصطلحاتنا، أحكي فقط برنامجك دينار، راح أحكي بس بالدينار. يلا يا ريت. ما قيمته 4 مليارات دينار فقط منع لهذا الهدر. من أقول منع مو بعدين ديوان الرقابة يجي يقول لي مثلا انت منعت الهدر لعد وينها المفروض صار بجيبك. لا شنو اللي يصير بجيبي مثلا الموصل نينوى من صارت العملية هسه زاد عندي ما قيمته 2,750,000,000 بقيمتها. هذه القيمة مر علي عبر شبكتي لمدات جديدة يعني امرار سعات جديدة. إذن هذه العملية بدأت تنطي فوائدها. لحد الآن احنا مو اقل من 3 إلى 4 مليارات اصبح زيادة في الوارد. هذا ما محسوب على انه هو وارد لغرض انه اضيفه الى حسابات الشركة، لا اكو خطة ثانية اللي اتطرق إلها أستاذ علي. إنه الوزارة المفروض من تصير هذه العملية وتأتي بثمارها أنا لازم أسوي الخطة إنه أمنع بيئة التهريب أولا. هذه البيئة ما التهريب خل أمنعها، هو التهريب إلى بيئة. إذا قطعت أنا على البيئة وخليت أسعار العراق قريبة إلى دول الجوار بعد من يهرب؟ ما حد يهرب. إذن استاذ باسم بس حتى الناس تعرف مو انا اريد بس مو احنا نريد ارقام تقول الدينار. نعم
احنا قلنا الاربع مليارات، الاربع مليارات هذه من راح تجي ما راح اضيفها كفلوس، راح اقول احسب حساباتنا من جديد، ننزل من سعر الايجار، الايراد الاجمالي راح يبقى نفس الايراد اللي مال قبل سنه، لكن من زادت الامدات عندي راح اقلل الايجار في سبيل، ترى في كثير من الأحيان، وما أعرف إذا أستاذ علي أيدني أو لا، الموضوع هو مو موضوع تمام أستاذ سعر باسم. عالي الموضوع جودة تمام أستاذ باسم الجودة مو تمام أستاذ باسم نعم. عملية الصدمة مستمرة أم لها وقت زمني محدد؟ المن تريد نطمئن الشعب العراقي بصورة عامة والله مستمرة مستمرة ممتاز مستمرة نعم. تمام أستاذ علي لازم تستمر العملية مو؟ أكيد أنا أشوف أنه هي لازم تستمر لحين ما يا أما يصير بوابات النفاذ يا أما البيئة اللي تفضل بها أستاذ باسم اللي هي فرق الأسعار توصل إلى حد قريب ذاك الوقت هي أصلا بعد الشغلة تصير. شنو المانع من أن يتم تنزيل الأسعار أستاذ علي؟ شوف استاذ قيس انا اليوم ما اريد يعني اتكلم نيابه عن الوزاره وكذا، ولكن هو الموضوع عمليه تنزيل اسعار السعات هو يحتاج له يعني خطه سعريه ويحتاج له يعني بلان، ما ممكن انت في ليله وضحاها تنزل بهذه السرعه. ومثل ما قال استاذ باسم هي بدت من ارقام جدا عاليه واليوم وصلنا لهذا الشيء. احنا شنو نقول اليوم؟ يعني اكو اكثر من طريقه، انا ما اريد اعلن في الطريقه لانه يمكن اللي اعلنه يفسر باكثر من تفسير، بس راح انطي ملامح عامه للموضوع. اليوم انا مثل ما تفضل استاذ باسم، انا مثلا اليوم انا ابيع بمقدار معين من الانترنت اللي هو يحقق لي واردات معينه بسعر ثابت. هذا السعر انزله للشركات مقابل اخذ ضمانات من عندهم في مضاعفة الطلب. يعني حتى أنا أبقى أحصل على نفس الوارد مقابل جودة، لأنه ترى اليوم الطلب اللي موجود بالسوق كلش أكثر من اللي هو هسه موجود، ولكن الأسعار ما تساعد. يعني أنا مثلا اليوم في بيتي إذا أدفع 30,000 أو 50,000 أو 60,000، هل اليوم إذا أنا مثلا الإنترنت صار أسرع راح أروح أقول لهم لعد أريد 10,000، راح أبقى أدفع 30 أو 50 بس أريدها أسرع أريدها أفضل. ولكن اليوم هذا الموضوع يعني قلت لك يحتاج له أنه تكون أكو خطة، إضافة إلى هاي البنى التحتية اليوم وتعزيز التعاون ويا القطاع الخاص إلى كلش دور عالي. يعني أنا هسه مثلا أقول لك إذا ما نروح إلى القضاء على مفهوم الواي فاي والأبراج ونبدي نتوجه بخطة بنفس الوقت نروح إلى نظام الـ FTTH، همين اليوم الوايرلس ما رح يقدر يوفر لنا الخدمة اللي إحنا ببالنا، لأنه رح هم أكو فد محددات إلها علاقة بالتكنولوجيا وعملية التناقل وغيرها. اليوم أنا أشوف حتى الوزارة هي أيضا إذا تستثمر، يعني مو بس تترك القطاع الخاص، إذا هي هم يكون لها دور في الاستثمار في الـ FTTH هم راح هي تعزز وارداتها بشكل أكثر. بس ولكن أكو بعض التجارب مع الأسف هي ما يعني ما نجحت مثل ما كان المفروض مخطط لها، مثل القرض الياباني وغيره اللي هو سوى بعض الفيدباك أو بعض خلينا نقول يعني فد مؤشر مو صحيح على أداء الوزارة أو الموضوع. أوكي أستاذ علي نشكرك جزيل الشكر الخبير في قطاع التكنولوجيا السيد علي أنور على حضورك معنا في حلقة اليوم البرنامج. كما يفوت أن نشكر أيضا مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات السيد باسم الأسد. مشاهدي الكرام وصلنا وكم نختم نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج دينار، دمتم في أمان الله.